فعلا أعزائي طلبة وطالبات كلية الطب في كل مكان، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الأونلاين نيورو أناتومي كورس بتاعنا، اللي بيشرح الجزء الخاص بالنيورو أناتومي اللي انكلودد في موديول النيورو ساينس اللي احنا بندرسه تبع النظام الجديد اللي هو بقى موديولار سيستم، وإن احنا بقينا بندرس موديولز مش ريجونز. وهنتكلم النهاردة على الأناتومي أوف ذا برين ستيم، وبالتحديد الاكسترنال فيتشرز اوف ذا برين ستيم مع البلاد سبلاي اوف ذا برين ستيم. معاكم بالشرح والتحليل دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي والامبيرولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس. وبقول لكم ان اي صور او اي برزنتيشنز موجوده في المحاضره دي نقدر نحصل عليها في صوره ورقيه في الكتاب اللي صورته موجوده قدامكم دي، سمبليفايد نيورو اناتومي، اللي موجود في مكتبات كليات الطب المختلفه، وبالتحديد خصوصا برضو في دار الاطباء النشر والتوزيع امام مسجد العباسية. هنبدأ كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. Anatomy of the brain stem، وزي ما قلت لك هنركز على ال external features بالتحديد، على أساس إن ال internal features بتاعتنا بتبقى more specific أكتر لمادة ال histology مش ال anatomy. أولا، إيه هو ال brain stem؟ جذع المخ. إيه هو تعريف ال brain stem؟ بمنتهى البساطة، هو ال brain stem الجزء من ال brain اللي يشمل ال mid brain والبونز والمدلة أوبلونجاتا from above downwards. الميد برين والبونز والمدلة أوبلونجاتا، نبص عليهم كده. ادي الاكستنشن بتاع الميد برين، الجزء الصغير ده، وادي البونز المنطقة دي، وادي المدلة أوبلونجاتا اللي هي المنطقة دي اللي فيها closed part و open part. وطبعا الصورة دي is posterior view of the brain stem. شفتها ازاي؟ ان انا خدت sagittal section في السيربيلم اللي انت شايفه ده، وقطعت نصه الشمال رميته خالص وخليت نصه اليمين، وفتحته زي الكتاب ما بيتفتح كده، بقى ده نص السربيلا من اليمين ونص السربيلا من الشمال، خلاص شلناه ورميناه. فلقيت قدامي البرين ستيم من ورا زي ما انت شايف، ده الميد برين ودي البونز ودي المضله. طبعا الكافيتي اللي مفتوح قدامي ده هو الكافيتي اللي اسمه الفورث فنتريكل، اللي اسمه ايه؟ الفورث فنتريكل. البرين ستيم ده بمنتهى البساطه كونكت ذا سباينال كورد وذا سريبرم، يعني هو يعتبر قناه الوصل بين السباينال كورد تحت المظله والسريبرم او البرين فوق البرين ستيم اللي هو السريبرا هيمسفيرز اند داينسفلون. يبقى اذا برين ستيم كونكت ذا سباينال كورد تو ذا سريبرم. زي ما اتفقنا ان انا شلت نص السريبيلا من الشمال عشان اتفرج على البرين ستيم، وقمت باعد النص اليمين هنا كده، يبقى اذا there is a connection between the cerebellum and the brain stem. في ثلاث حزم عصبيه زي ما انت شايفهم اهو، واحد اثنين ثلاثه، ثلاث حزم عصبيه واضحين جدا. They are the cerebellar peduncles. cerebellar peduncles اللي بيربط الميد برين بالسيربيلم، الحته دي اللي بسميها superior cerebellar peduncle، واللي بيربط البونز بالسيربيلم، المنطقه دي اللي بسميها middle cerebellar peduncle، واللي بيربط المدلة اوبلونجاتا بالسيربيلم الجزء ده اللي انا بسميه inferior cerebellar peduncle. يبقى انا دلوقتي عندي البرين ستيم بيوصل للسباينال كورد بالسيربرم فوق، يعني بالسيربرا هيمسفيرز اند داينسفلون، وفي نفس الوقت هو نفسه متوصل بالسيربيلم عن طريق ثلاثة cerebellar peduncle. الميد برين باي superior cerebellar peduncle يتوصل بالسيربيلم، البونز تتوصل بالسيربيلم بالميد سيربيلر بدانكل، والمظله اوبلونجاتا تتوصل بالسيربيلم بالانفيريور سيربيلر بدانكل. تعالوا بقى نعرف المواصفات العامه للفنترال سيرفيس اوف ذا برين ستيم. قدامي الصوره هنا بقى فنترال سيرفيس، مش شايف فيها سيربيلم ولا حاجه، انا هنا باصص على البرين ستيم من قدام. اولا، ايه هي المواصفات العامه للمظله اوبلونجاتا من قدام؟ ما هي المواصفات العامه للمظله اوبلونجاتا من قدام؟ It extends between the spinal cord and bones. يبقى ادي المظله اوبلونجاتا، كل اللي انا بشاور عليه ده is called مظله اوبلونجاتا، موصله للسباينال كورد من تحت بالبونز فوق. كويس، زي ما انت شايف this is the spinal cord, this is the foramen magnum of the skull. بقينا جوه الجمجمه خلاص، فبقى دي اسمها مظله اوبلونجاتا ودي اسمها بونز، واللي فوق ده كله اسمه ايه؟ ميد برين، زي ما اتفقنا. It has anterior median fissure corresponding to that of the spinal cord. يبقى ال spinal cord كان عندي فيه anterior median fissure، طلع فوق بقى في المظلة اسمه برضو anterior median fissure، في خط المنتصف بالظبط. وبتوريني ثلاثة elevations on either sides of the fissure.
الاليفيشن ده الاولاني، وبعدين لاترال ليه الاليفيشن ده، وبعدين لاترال ليه الاليفيشن ده. تعالوا نتكلم ونقول اساميهم. اول اليفيشن اسمه بيراميد، which is just lateral to the middle line. بيراميد ليه سميناه بيراميد؟ لانه هو اليفيشن معمول بالبيراميدال تراكت، بالفايبرز اللي نازله من البرين اللي اسمها كورتيكو سباينال تراكت، which forms the motor decussation of the medulla. يعني البيراميد ده why it's bulging, because it overlaps or overlies the fibers that are descending from the brain or from the cerebral cortex، بالتحديد اللي هي البيراميدال tract او البيراميدال fibers اللي احنا بنسميها كورتيكو سباينال tract. طيب beside this pyramid او lateral to this pyramid عندنا another elevation is called olive، بسبب ان هو موجود تحتيه الانفيرير اوليفري نيوكليوس، one of the olivary nuclei اللي احنا هندرسهم بالتفصيل بعد كده ان شاء الله مع النيوكليي المختلفة. الفيشن الثالث اسمه inferior cerebellar بيدانكل، وده اللي انا كنت لسه قايله من شوية، ان المضلة متوصلة بالسيريبيلم ببيدانكل اسمها inferior cerebellar بيدانكل، وبالمناسبة البيدانكل دي بتبان حتة منها من قدام وحتة منها من ورا. These are the fibers connecting the medulla to the cerebellum. يبقى اذا بمنتهى البساطة الـ external features للventral surface of the medulla مفيش أسهل من كده. medium fissure على جانبي medium fissure three elevation. pyramid medulla pyramid olive ثم inferior cerebellar peduncle from medial to lateral. pyramid ليه سميناه pyramid وelevated ليه؟ عشان تحتيه cortical spinal fibers. طب الأوليف ليه سميناه كده؟ عشان البلج ده معمول بسبب وجود الinferior olivary nucleus تحتيه. طب الinferior cerebellar peduncle سميناها ليه كده؟ لأن ديت الفايبرز النيرف فايبرز اللي بتوصل المدلة بالسيريبيلم. نفس الصورة بس هنتكلم على البونز، القنطرة. طبعا البونز هي الجزء اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو above the medulla. It extends between medulla oblongata below and midbrain above. يبقى اذا البونز سميناها القنطرة لانها تصل بين المدلة وبين المدبرين. It's one inch long forming a bridge. انا لسه هي القنطرة اتكتبت قدامكم بريدج اهي كوبري، connecting both cerebellar hemispheres by the middle cerebellar peduncle on each side. يبقى هي عامله شبه البريدج او شبه الكوبري اللي طالع له middle cerebellar peduncle من هنا وmiddle cerebellar peduncle من هنا. الmiddle cerebellar peduncle دي هتتصل بالcerebellar hemisphere اللي على الناحيه دي، والmiddle cerebellar peduncle الثانيه هتتوصل بالcerebellar hemisphere اللي على الناحيه الثانيه. يبقى هي كانها بريدج connecting الاثنين cerebellar hemispheres بالmiddle cerebellar peduncle on each side. ماشي يا شباب؟ يبقى من هنا متوصله بالسيريبيلر هيمسفير اللي هنا، ومن هنا متوصله بالسيريبيلر هيمسفير اللي هنا، فانا كان الاثنين سيريبيلر هيمسفيرز متوصلين بهذه القنطره او بهذا البريدج. البيزز بونتس، البيزز بونتس هي المنطقه اللي انا بشاور عليها دي، بروجيكتس انتيريورلي ان ذا ميدل. بروجيكتس انتيريورلي يبقى الجزء اللي في النص بالظبط ده اللي انا بلف عليه بالسهم ده اسمه بيزز بونتس. واضح فيه longitudinal groove ظريف جدا اسمه basilar sulcus. ليه سميته basilar sulcus؟ عشان ماشي فيه artery اسمه basilar artery الذي ينتج عن اتحاد الاثنين vertebral arteries. بعد كده عندي transverse grooves زي ما انت شايف اهي، transverse grooves transverse grooves between the bundles of the the transverse pontine fibers. يبقى انا عندي هنا fibers اسمها transverse pontine fibers، بين الترانسفيرس pontine fibers دي transverse groove بسميها transverse pontine grooves. يبقى برضو البونز من الامام مفيش اسهل من كده، هو sulcus بالطول اسمه basilar sulcus ماشي فيه basilar artery، وعلى الجنبين في transverse pontine fibers عامله بينها وبين بعضها transverse grooves. وطبعا دي الميدل cerebellar peduncle ودي الميدل cerebellar peduncle اللي على الناحيه الثانيه. جميل جدا. تعالوا نتكلم على الميد برين من قدام. الميد برين من قدام بيعمل لي تو دايفرجنز بالمنظر ده اسمهم سيريبرال بيدانكلز. يبقى انا لازم دلوقتي افرق بين حاجتين، حاجه اسمها سيريبلر بيدانكلز وهذه هي الفايبرز التي تقوم بتوصيل البرين ستيم بالسيريبلم، اما السيريبرال بيدانكلز فهما الحزام العصبيه او الحزمتين العصبيتين اللي هما خارجين من الميد برين بالمنظر ده، سيريبرال بيدانكلز او كراس سيريبراي. ممكن انطق عليهم كراس سيريبراي.
الكراس سيريبراي دول مع الاوبتيك نيرف اللي اتقابل مع زميله التاني في الاوبتيك كيازما وبعدين عمل اوبتيك تراكت، والكلام ده هناخده بالتفصيل في السبيشال سنسوري باث واي ان شاء الله مع الفيجوال باث واي، اتخلق فصه كده ديبريسد اريا في النص بين الاثنين سيريبرال بلانكل سميناها انتر بلانكلر فصه، وتعالوا نفرد لها موضوع لوحده الانتر بلانكلر فصه دي في السلايد الجاي. بس قبل ما انقل للسلايد الجاي واتكلم عن الانتر بلانكلر فصه، يهمني ان انا اقول لك ان كده انا خلصت الفنترال سيرفيس اوف ذا برين ستيم وخلصت الجنرال فيتشرز بتاعته، ان انا وانا شايفه من بره هيبقى شكله ايه. المظله قلنا فيها لونجيتودينال فيشر على جانبيه 3 اليفيشنز، البونز لقينا فيها لونجيتودينال سالكس وترانسفيرس جروفز، والبرين الميد برين لقيته عباره عن 2 كراستر براي حاسين بينهم او زانقين بينهم الانتر بينانكلر فوسطه. ادي الانتر بينانكلر فوسطه. حد يقول لي مين دي؟ دي المظله. حد يقول لي مين دي؟ دي البونز، يعني ده البيراميد يا دكتور، وده الاولف برافو، وده البازلر سالك برافو، ودي ترانسفيرس جروف. مين بقى اللي جاي لافف من ورا ده؟ ذس از ذا سيريبيلم برافو، كونكتد للمظله بالانفيرو سيريبيلر بدانكل وبالبونز بالميدل سيريبيلر بدانكل. امال مين اللي فوق ده؟ هو ده الميد برين اللي عامل 2 سيريبرال بدانكلز او كراس سيريبراي. يبقى مين الحفره اللي في النص دي؟ برافو عليكم، اسمها انتر بدانكلر فوسطا. اسمها ايه؟ انتر بدانكلر فوسطا، بتجيب صفر انتر بدانكلر فوسطا. ما هي الانتر بدانكلر فوسطا؟ اتس ترابيزويد ديبريشن، ترابيزويد عامله شبه المعين كده، ترابيزويد ديبريشن between the two cerebral بدانكلز and it belongs to the hypothalamus. يبقى انا وانا بدوس هنا بالماوس بدوس كده، دي اجزاء من ايه؟ دي اجزاء من الهايبوثالامس يا دكتور، وهندرسها بالتفصيل ان شاء الله مع الاندوكراين موديول بالتحديد في التوبك اللي اسمه نيورو اندوكراين اورجنز، اليا الهايبوثالامس والباينيال بودي اند سو اون. ما احنا هنا بنتكلم عن حاجه ليها علاقه بالهايبوثالامس. يبقى ذا انتر بيدانكلر فوسطه انا بدرسها هنا مع البرين ستيم لان هي بالصدفه لقيتها قدامي ليها علاقه بالبرين ستيم، ولكنها كلها هي اشياء لها علاقه بالهايبوثالامس اللي هو جزء من الباينسيفالون وليس البرين ستيم. طبعا من قدام عندي الاوبتيك كيازما التي تنتج عن اتحاد الاثنين اوبتيك نورفز مع بعض. بوستيريورلي عندي الابر بوردر بتاع البونز طبعا. انترو لاترالي عندي الاوبتيك تراكت اللي خرجت من الاوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت اليمين والاوبتيك تراكت الشمال. اما بوسترو لاترالي عندي الاثنين كراستر براي او الدايفرجنز بتوع الميد برين اللي هم السريبرال بدانكل، فبقى شكلها معين الشكل بالمنظر ده. طبعا تحتوي على ستراكشرز بنرتبها من قدام لورا. اول ستراكشر اسمه تيوبر سينيريوم. تيوبر سينيريوم كلمه تيوبر جايه من تيوبركل يعني elevation. It's a median eminence of the hypothalamus. يبقى ده احد الايمننس او الاليفيشنز اللي موجوده في الهايبوثالامس. هو convex mass of gray matter which is connected to the posterior lobe of the pituitary gland by the infundibulum. بص معايا البلج ده اسمه تيوبر سينيريوم، اللي طالع منه ده الستوك اللي طالع منه ده اسمه انفانديبولم او بتويتري ستوك، بيبقى متعلق فيه البتويتري جلاند. ده اول كونتنت. الكونتنت اللي بعد كده الماميلاري بوديز تو راوند نيوكلاي اوف هايبوثالامس، وهنعرف ان شاء الله وظيفتهم لما ندرس الهايبوثالامس. ذيس ار ذا ماميلاري بوديز. وراهم هلاقي الجزء المخرم ده زي المصفى اسمه بوستيريور بيرفوريتد سابستنس، دي برضه حته من الجراي ماتر. ليه متخرمه خرام كده؟ علشان داخل فيها central branches of the posterior cerebral artery. posterior cerebral artery. خلي بالك ان انا عندي حاجه تانية واضحه جدا قدامي اسمها oculomotor nerve. الoculomotor nerve هو خارج من الميد برين، بيخرج من عند الميديال surfaces of the cross cerebri، فبنحس كده ان هو تبع الcontents of the interbedunculus fossa. زي ما عندي posterior perforated substance مخرومه بcentral branches of posterior cerebral artery، عندي anterior perforated substance مخرومه by central branches of both anterior and middle cerebral arteries. بس انا عندي هنا بس posterior perforated substance، لكن anterior perforated substance is present anterolateral to the optic tract، يعني في المنطقه دي وفي المنطقه دي، في المنطقه دي وفي المنطقه دي، وهنشوفها حالا في صوره ثانيه. ادي صورة البرين ستيم كله على فليش انتيرور فيو، واللي ورا ده هو السيريبيلم، والجزء ده هو
نهاية السباينال كورد فوق، يبقى إذا اللي أنا بشاور عليه ده هو الميدلا أوبلونجاتا، واللي بشاور عليه ده هو البونز، والجزء ده هو الميد برين بالانتربيدانكولار فوسا. تعالوا كده نشوف البيانات. أدي أول إليفيشن على جانبي الميديان فيشر اسمه بيراميد. طب واللي لاترال ليه هيبقى اسمه اوليف. برافو. طب خلصت المظله، هنطلع فوق هنلاقي البونز. البونز هي عباره عن بريدج او كوبري موصل السيريبيلم هنا بالسيريبيلم هنا عن طريق اثنين سيريبيلر بدانكلز اسمهم ميدل سيريبيلر بدانكلز. دي الميدل سيريبيلر بدانكل الناحيه دي، فعشان كده سميناها بونز. عرفنا ليه سميناها قنطره. وعندي في النص البازلر سالكس لونجيتيودنال اهو، نقطتهولك اهو، اللي ماشي فيه البازلر ارتري. بعد كده لقيت الترايجيمينال نيرف خارج صريح من الفرونت اوف ذا بونز، وبعد كده بين البونز والمظله خارج الابديوسنت اللي هو السادس والسابع والثامن كرانيال نيرفز ابديوسنت فاشيال اند فيستيبيولو كوكلير. وهتكلم بعد شويه عن الاكزيت اوف كرانيال نيرفز بالتفصيل، بس هنا بس زي ما بيقولوا كده الصوره حكمت او القافيه حكمت ان انا اقول لك ايه النيرفات اللي طالعه دي. هنطلع فوق هنلاقي الميد برين اللي هو عبارة عن تو دايفرجينج كروس سيريبراي او سيريبرال بنانكل، اللي حبست جواها مع الاثنين اوبتيك تراكس والاوبتيك كازما الانتر بنانكلر فوسا. طب مين النيرف اللي كان خارج من قدام ده؟ على الميديال سايد اوف ذا كروس سيريبراي كان فيه الاوكيوموتور نيرف. امال ايه حكايه التروكليار نيرف؟ ده النيرف الوحيد اللي خارج من الدورسم اوف ذا برين ستيم وعمل ديكستيشن وخرج من على اللاترال اسبكت اوف ذا كراست براي. هو طالع من ورا ولف وجه قدام كده، طالع من ورا ولف وجه قدام كده، واضح ان هو ارفع كرينيال نيرف عندي. الاوبتيك نيرف اتحد مع زميله الثاني عند الاوبتيك كازما ومدوني بعد كده اوبتيك تراكت يمين وشمال، فحبسوا الاوبتيك تراكت مع الكازما مع الكراست براي الانتر بدانكلر فوسا اللي كان فيها التيوبر سينيريوم اللي هو الميديان ايمننس اوف ذا هايبوثالامس اللي كان معلق فيه الانفانديبولم مع البيتوتري جلاند، وكان فيه اتنين ماميلاري بودز، وكان فيه بوستيريور بيرفوريتد سابستنس اهي، وقدام بقى انترو لاترال تو ذا اوبتيك تراكت فيه الانتيريور بيرفوريتد سابستنس. اطلع فوق خالص سوري يا شباب، هتلاقي بعد كده الثيرد فنتريكل والاثنين ثالامس اند سو اون اللي هو الداينسيفلم. خش بعد كده على الاتاتشمنتس اوف كرانيال نيرفز تو برين ستيم ونعرف هي متقسمه ازاي. بمنتهى البساطه عندي تو نيرفز متوصلين في الميد برين اللي هو الثالث والرابع، خامس سادس سابع ثامن بونز، تاسع عاشر 11 12 في المظله. نبدا بالمظله. ذا مظله جيف ذا اتاتشمنتس تو ذا لاست فور كرانيال نيرفز، يعني الاكزيت بتاع الكرانيال نيرفز بعد ما خرجوا من النيوكلياي بتاعتهم اللي هناخدهم في محاضره قادمه ان شاء الله، لقيناهم ماسكين في المظله. بص ازاي بقى، قال لك الجروسو فارينجيال والفيجاس والكرانيال اكسسوري، يعني 9 و10 و11، 9 و10 و11 الصوره رائعه، 9 و10 و11 خارجين من الجروف اللي بين الاوليف انت انفيريور سيربيلر بدانكل، دي الاوليف ودي الانفيريور سيربيلر بدانكل، ففي جروف كده اسمه بوسترو لاترال جروف بين الاوليف والانفيريور سيربيلر بدانكل بيطلع منه التاسع والعاشر وال11. اما ال12 تاتشت في الانترو لاترال سالكس مش البوسترو لاترال سالكس، انترو لاترال بين البيراميد والاوليف اللي هو ال12 هايبو جلوسال نيرف اهو، شايف الروتلس بتاعته؟ يبقى اذا 9 و10 و11 و12 كلهم ماسكين في المظله، 9 و10 و11 بين الاوليف والانفيوس سيربيلا بدانكل، اما 12 قدام بين البيراميد والاوليف. امال ايه الكرانيال نيرفز اللي ماسكه في البونز؟ قال لك انها بتدي اتاتشمنت للميدل فور كرانيال نيرفز، الاربعه اللي فوق 9 و10 و11 و12. مين الاربعه اللي فوق؟ هم 5 و6 و7 و8. ازاي؟ قال لك الترايجيمينال نيرف ماسك كلوز تو ذا ابر بوردر اوف ذا بون. يجي لك كده في الام سي كيو يقول لك اتيومر او انجري او اي حاجه ناحيه الابر بوردر اوف ذا بون هتافكت ويتش نيرف، تقوم انت قايل افكت ذا تريجيمينال نيرف. كلنا عارفين التريجيمينال نيرف هو المين سنسوري انرفيشن اوف ذا فيس، وبيدي ماسلز قليله خالص اللي هي الماسلز اوف ماستيكيشن، عضلتين تانيين صغننين كده. يبقى المفروض السنسوري روت بتاعه هو اللي يبقى كبير والموتور روت هو اللي يبقى صغير.
فالموتور فالترايجيمينال نيرف اتاتش تو ذا بونز نير تو اتس ابر بوردر. It has large sensory root and a small motor root. والموتور ميديال والسنسوري لاترال. M for M. Motor root is medial and sensory root is lateral. النرف الثاني abducens. بيبقى ناحية ال lower border of bones above pyramid. السابع facial nerve at the cerebellopontine angle. يعني في الانجل اللي بين السيربيلوم والبون. لو تفتكر السيربيلوم كان طالع لافف كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، فالانجل اللي بين السيربيلوم والبونز يفترض ان احنا نقول 6 و7 و8 فيهم، بس السابع هو اكتر واحد في الانجل دي. يقول لك a tumor affecting the cerebellopontine angle هيأثر على النيرف على الفيشيال. كلنا عارفين ان الفيشيال نيرف هو المين موتور سبلاي اوف muscles اوف ذا فيس، muscles اوف ذا فيس، وبيدي سنسوري حاجات قليله. يبقى اذا هيبقى الموتور روت اوف ذا فيشيال نيرف هو الكبير والسنسوري روت هو الصغير، وبرضه الموتور روت ميديال والسنسوري لاترال ام فور ام. اما الفيستيبيولو كوكلير نيرف برضه ماسك في السيريبيلو بونتاين انجل جنب الفيشيال نيرف كده لاترال تو ات. الميديال فيستيبيولر روت بيبقى الفيستيبيولر روت هو الميديال، والكوكلير روت هو اللاترال، والفيستيبيولر روت هو المسؤول عن الايكوليبريم، والكوكلير روت هو المسؤول عن السمع او الهيرنج. يبقى احنا كده عرفنا ان في اربع نيرفات ماسكين في المظله 9 10 11 و12، اربع نيرفات ماسكين في البون 5 و6 و7 و8، يتبقى لي التو نيرفز اللي اتاتش للميد برين اللي هم الاوكيولوموتور والتروكلير. خلي بالك ان الاوكيولوموتور نيرف ايمرجز فروم ذا ميديال اسبيكت اوف ذا سيريبرال بيدانكل او الكروس سيريبراي، اما التروكلير نيرف از ذا اونلي نيرف which emerges from the dorsal aspect of the brain stem and the only nerve which decussate with its fellow. يعني بيعمل decussation مع زميله. الكلام ده هناخده ان شاء الله لما ناخد details cranial nerves، وتلاقيه جاي لك من ورا كده وظاهر لك عند the lateral aspect of the cross cerebri بالمنظر ده. يبقى this is the trochlear nerve and this is the other trochlear nerve. اليمين يخرج من ورا ويقوم لافف وطالع لك كده شمال، والشمال يخرج من ورا ويقوم لافف كده وطالع لك كده ايه يمين. لذيذ جدا. ماشي يا شباب، يبقى كده خلصنا ال ventral surface of the brain stem بال external features بتاعته بال nerves اللي attached ليه. اقدر احط اي بيانات على اي صورة brain stem تظهر قدامي بعد كده. ادي صورة brain stem lateral view رائعة. This is the medulla اللي باللون البينكي دي. This is the bones اللي باللون التركواز او الاخضر الفاتح. This is the midbrain اللي باللون الأخضر الغامق. أدي السوبيريور سيريبيلر بدانكل اللي رابطه الميدبرين بالسيريبيلم. أدي الميدل سيريبيلر بدانكل اللي رابطه البونز بالسيريبيلم. أدي الانفيريور سيريبيلر بدانكل اللي رابطه المدلة بالسيريبيلم. بص عليهم من قدام. أدي البيراميد. أدي الأوليف. أدي الانفيريور سيريبيلر بدانكل. بين الأوليف والانفيريور سيريبيلر بدانكل عند النيرفات 9 و10 و11. بين البيراميد والأوليف عند النيرف رقم 12. بعد كده البونز عندي نيرف رقم 5 نير ذا ابر بوردر، 6 و7 و8 نير ذا لور بوردر ان ذا سيريبيلو بونتاين انجل. بعد كده الكروس سيريبراي بتاعت الميد برين على الميديال اسبكت بتاعها خارج الاوكيلوموتور من قدام. طب من ورا جاي لي التروكلير لافف وخارج من ورا اهو. ايه رايكم؟ صوره رائعه. يخلص البرين ستيم نخش في الداينسيفالوم اللي هي الثلمس والثلمس، وكان بينهم الكافيتي اللي اسمه الثيرد فنتركل. نتأمل في الصورة كده، واللي عايز يوقف الفيديو ويتفرج عليها يتفرج، اللي عايز يصورها يصورها، اللي عايز يحتفظ بيها وتكون معاه في الكتاب يجيب الكتاب اللي قلنا عليه هيلاقي كل الرسومات دي فيها. هنخش بعد كده على الدورسال سيرفيس اوف ذا برين ستيم. أنا هنا قلبت وبصيت من ورا وقطعت السيريبيلم. طب بعد ما قطعت السيريبيلم لقيت قدام السيريبيلر بدانكلز وسوبيريور وميدل وانفيريور. فاكرين؟ سوبيرو سيربيلر بدانكل، ميدل سيربيلر بدانكل، انفيرو سيربيلر بدانكل. هبص على المدلة اوبلونجاتا، هلاقي ان المدلة اوبلونجاتا لما فتحتها من ورا وشلت السيربيلم، لما بصيت عليها من ورا وشلت السيربيلم لقيت فيها جزء كلوزد اسمه كلوزد مدلة، وجزء اوبن اسمه اوبن مدلة. كان متغطي بالسيربيلم وكان مكون جزء من الفورث فنتركل فلور. يبقى اذا لما اجي اتكلم على الدورسال اسبكت اوف ذا ميدلا اوبلونجاتا لازم اتكلم على الدورسال اسبكت اوف ذا كلوزد ميدلا والدورسال اسبكت اوف ذا اوبن ميدلا.
نبدأ بالكلوزد ميدال. It is the lower part showing posterior median sulcus. Posterior median sulcus اللي هو corresponding to the posterior median sulcus of the spinal cord وتلاتة elevations برضو on each side. ايه ده؟ ده بتفكرني بالانتيرو اسبكت، كان برضو في median sulcus وتلاتة elevations على الجنبين. هنا برضو في median sulcus وتلاتة elevations على الجنبين arranged from medial to lateral as the following. اول elevation اسمه gracile tubercle. الgracile tubercle ده تحتيه الجراسيل نيوكليوس، واللي تحته ده اسمه جراسيل تراكت. This is جراسيل تراكت تنتهي بجراسيل تيوبركل اللي قاعدة أو عاملة بلج بسبب وجود الجراسيل نيوكليوس تحتها. طب اطلع لاترال، كونييت تيوبركل اللي تحتها دي كونييت تراكت، يبقى كونييت تراكت تطلع تنتهي في الكونييت تيوبركل. ليه تيوبركل؟ عشان تحتيه الكونييت نيوكليوس. ثم الانفيريور سيربيلر بيدانكل اللي اتفقنا انها بتبان جزء من قدام وجزء من ورا تو كونكت ذا ميدالا تو ذا سيربيلم. يبقى اذا من قدام كان عندي بيراميد وقلف وانفيريور سيربيلر بيدانكل حته منها، من ورا عندي جراسيل وكونييت وانفيريور سيربيلر بيدانكل حته منها، ويبقى دي فيتشرز اوف ذا كلوزد ميدالا. خش معايا على الاوبن ميدالا. اوبن ميدالا اهي الجزء ده. ذا اوبن ميدالا از ذا ابر بارت اوف ذا باك اوف ذا ميدالا اللي هو الجزء ده، الجزء العلوي من المظلة الذي يشكل الجزء السفلي من الفلور of the fourth ventricle. It's triangular in shape. يبقى ما هو الأوبن مظلة؟ It is the upper part of the back of the medulla oblongata which forms the lower part of the floor of the fourth ventricle. تمام يا شباب؟ حلو. شكله triangular in shape. الأبيكس بتاعته تحت continuous with the central canal of the medulla and the spinal cord. البيز فوق تتشكل بما يسمى medullary stria. medullary stria fibers ماشيه بالعرض كده اسمها medullary stria. form the base of the open medulla وتشكل الفاصل بين المدله والبونس. ايه اللي موجود فيه بقى؟ موجود فيه inverted V shape structure اسمه inferior fovea. اسمه ايه؟ inferior fovea. شايفينه حرف ال V مقلوب ده inferior fovea اهو اللي انا ماشي عليه السهم ده. This is the inferior fovea. This inferior fovea يقال ان هي فيها vomiting center. vomiting center احد السنترز المسؤول عن reflex of vomiting او القيء. وجود ال inferior fovea دي هيعمل او هيعمل لي ديماركيشن او حدود لثلاثة elevated triangles او trigone. ده واحد وده الثاني وده الثالث. واحد lateral للفوفيا، واحد ميديال للفوفيا، واحد مزنوق بين طرفي الفوفيا اللي هو الحتتين بتوع حرف الفي بتوع الفوفيا. واحد lateral للفوفيا، واحد ميديال للفوفيا، واحد مزنوق بين التو limbs of the fovea. يبقى كده ثلاثة trigone. اول trigone اللي هو lateral to the fovea اسمه vestibular trigone الذي يقع فوق الفستيبولار نيوكلياي عشان كده elevated. الترايجون الثاني اسمه vagal trigone الذي يقع بين التو limbs two limbs of the fovea وده بالتحديد بيوجد تحته the dorsal vagal nucleus. الترايجون الثالث والاخير which is the medial trigone اللي هو الهايبوغلوستال trigone overlying the hypoglossal nucleus and its medial to the fovea. يبقى انا عندي هنا ترايجون ميديال له علاقه بالهايبوجلوستال نيوكليوس سميته هايبوجلوستال ترايجون، وهنا ترايجون لاترال له علاقه بالفستيبولار نيوكلياي ويمتد للبونز فوق اهو اهو اهو. وعندي ترايجون يقع بين التو limbs اوف ذا فوفيا تحت جوه رقم 8 بتاع الفوفيا اسمه فيجال ترايجون، وهو بالتحديد بيبقى موجود فوق الدورسال فيجال نيوكليوس. الكلام ده مهم جدا عشان الام سي كيو يا شباب. The vagal trigone of the open medulla overlies which of the following nuclei. اتفقنا؟ وهكذا. يبقى كده خلصنا الدورسال اسبكت اوف ذا ميدالا. مفيش اسهل من كده. لقيناها جزء closed وجزء open. ال closed fissure جنبيه جراسيل جنبيه كونييت جنبيه inferior cerebellar peduncle. ال open مثلث الابكس بتاعته متصله بالcentral canal لان طبعا ده جزء من الفورث فينتريكل المفروض السي اس اف ينزل من الفورث فينتريكل للسنترال كانال،
والبيز مقفوله بمظله استرايا او استرايا ميدلاريس. ولما اجي اتكلم على الفلور اوف ذا فورث فينتريكل اقدر اقول انه يتكون من الاوبن مظله البوستيرور اسبكت اوف ذا مظله اللي هي الاوبن مظله اللي فيها الفوبيا والثلاثه ترايجون، يبقى ده جزء من الفلور اوف ذا فورث فينتريكل. خش بعد كده على الدورسال اسبكت اوف ذا بونز، بمنتهى البساطه هنلاقيه هو الجزء المتبقي من الفلور اوف فورث فينتريكل اهو. كل ده مجرد ما فتحت السريبيلم من ورا وشلته لقيت البونز مفتوحه من ورا. It formed the upper half of the floor of the fourth ventricle برضو it's triangular in shape بس بيتقابل بالمقابله مع الترانجل بتاع المظله. اذا كان الترانجل بتاع المظله الايبكس تحت continuous with the central canal والبيز فوق، فالمثلث بتاع البونز البيز تحت تتقابل مع الاسترايا ميدالاريس والايبكس فوق. The apex is upward وهتبقى continuous بقى مع cerebral aqueduct of sylvius اللي هي القناة اللي ماشية جوه ال mid brain عشان توصل ال fourth ventricle بال third ventricle. يبقى CSF نازل من ال third ventricle عن طريق الاكويدكت يصب في ال fourth ventricle، ينزل عن طريق central canal يمشي في central canal of the spinal cord. والبيز بتاعت المثلث هي الاسترايا ميدلاريس حتى تتقابل مع البيز بتاعت المثلث بتاع المظله. يبقى كل دي اسمها البونز. هنلاقي برضو ليها ميديال ايمننس على جانبي الميديان سالكس، هنلاقي ليها ميديان سالكس زي بتاع المظله بالظبط، شايفينه؟ على جانبي الميديان سالكس عندي ميديال ايمننس. الميديال ايمننس ليه سميناه ميديال ايمننس؟ عشان موجود تحتيه ذا ابديوسنت نيوكليوس. يبقى مين اللي عمل الايمننس ايمننس؟ ان في ابديوسنت نيوكليوس تحتيه. بعد الميديال ايمننس هلاقي الموتور فايبرز اوف ذا فيشيال نيرف لوب اوفر واراوند ذا ابديوسنت نيوكليوس عشان يعملوا كلكيعه ثانيه اسمها فيشيال كوليكولس. It is the expanded lower part of the medial eminence. يبقى كل ده اسمه medial eminence. الجزء التحتاني منه ده بلج اسمه facial colliculus. خلي بالك the facial colliculus doesn't overlie the facial nucleus او اي facial nuclei خالص. امال facial colliculus دي معموله من ايه؟ facial colliculus دي حصل لها بلج او اتصنعت بسبب وجود facial nerve motor fibers بتلف حوالين الابديوسنت نيوكليوس قبل ما تخرج من البرين ستيم. lateral to the medial eminence there is the sulcus limitans. sulcus limitans يحدد الميديال eminence. ال upper part of this sulcus limitans لونه بلوش كده بالمنظر ده، يبقى this is the sulcus limitans ال upper part بتاعه بلوش بالمنظر ده. حاجه اسمها locus ceruleus. اللوكس ceruleus دي تعتبر one of the epinephrine rich areas ليها علاقة بالستريس situation. ال lower part of the sulcus limitans هيعمل لي فوبيا تانية اهي شبه الفوبيا اللي كانت في المظلة. بما اني سميت الفوبيا اللي في المظلة inferior phobia فاسمي الفوبيا اللي في البونز superior phobia. lateral to this superior phobia عندي ال vestibular area اللي بتكمل مع ال vestibular area of the مظلة اللي بيقول لك ان موجود تحتها يعني الفيستيبولار نيوكلياي. وافتكر ان انا قلت لك ان الفيستيبولار ترايجون في المظله يمتد فوق للبونز. يبقى ذا فيستيبولار ترايجون ان ذا مظله از لاترال تو ذا انفيرو فوبيا اند اكستندز تو ذا بونز. اسمه برضه فيستيبولار ترايجون لاترال تو ذا سوبيريو فوبيا. فاهم يا شباب؟ يبقى ده كان البوستيريور اسبكت اوف ذا بونز. نقوله بسرعه، كان مثلث الايبكس فوق والبيز تحت، لقينا سالكس في النص على جانبي ميديال ايمننس، في بلج تاني اسمه فيشيال كوليكولس، طلعنا بره لقينا الميديال ايمننس ده متحدد بسالكس ليميتانس. ابر بارت اوف سالكس ليميتان كان لونه ازرق، في حاجه اسمها لوكاس سيريوليس، واللور بارت بتاعه كان فيه سوبيريور فوبيا. تعالى للدورسال اسبكت اوف ذا ميد برين. زي ما احنا شايفين هنلاقيه يتكون من اربعه كوليكولاي كوربورا كوادريجيمينيا. كوربورا كوادريجيمينا اربعه كوليكولاي، اثنين سوبيريور كوليكولاي، واحده كوليكولاس يمين واحده كوليكولاس شمال، واثنين انفيريور كوليكولاي، واحده كوليكولاس يمين واحده كوليكولاس شمال. كل كوليكولاس ليها بريكيوم يعني ليها جذر او ليها وتد كده. هذا البريكيوم بالنسبه للسوبيريور كوليكولاس باسز
to the lateral geniculate body of the thalamus هنا. أما البريكيوم of the inferior colliculus بيروح للميديال جينيكوليت بودي of the thalamus. وخلي بالك إن السوبيو colliculus ليها علاقة بالفيجوال باثوي، بممر إحساس أو بالإحساس البصر بتاعنا، والانفيريور colliculus ليها علاقة بالأوديتوري باثوي، وكل ده هناخده في السبيشال سنسوري باثويز. بس بقى افتكر ساعتها مكان الكوليكولاي دول فين. نبص كده الصورة برضو posterior view flesh. posterior view flesh جايبها لكم من كتب العملي، وبالمناسبه هي موجوده في كتب العملي الخاصه بيا ومعمول عليها فيديوز برضو بالبيانات. انا شلت برضو السيربيلم، فلقيت السيربيلر بدانكلز قدامي اهي متقطعه، ولقيت ديبريشن اهو موجود اللي هو الفلور اوف ذا فورث فنتريكل اللي كان متسقف بالسيربيلم يعني المفروض. وادي المظله بتاعتي، لقيت فيها جزء كلوزد وجزء اوبن. نشوف كده البيانات مع بعض. ادي الميديان سالكس اللي على جانبي الجراسيل تراكت اللي انتهت فوق ببلج اسمه جراسيل تيوبركل او نيوكليس. لاترال ليه الكونييت تراكت انتهت فوق بكونييت تيوبركل او نيوكليس. وبعدين هخش على الاوبن مظله اللي كانت مثلثه الشكل، الايبكس بتاعتها كانت كونتينوس جوه مع السنترال كانال اللي انسايد المظله والسباينال كورد، والبيز كانت معموله بالمدلري ستريا. ولقيت فيها انفيريور فوبيا علمتها لك اهي بالقلم، فعملت لي ثلاثة ترايجونز، الفيستيبولار ترايجون لاترال، والهايبوجلوسال ترايجون ميديال، والفيجال ترايجون بين التو لمبز اوف ذا انفيريور فوفيا. اخش بعد كده على البوستيريور اسبكت اوف ذا بونز اللي هو شكله كان مثلث برضه، الايبكس فوق كانت كونتينوس مع الاكويدكت اللي ماشيه في الميد برين عشان تتوصل بالثيرد فنتريكل، والبيز كان الاستراي ميدالاريس. ولقيت ميديان سالكس على جانبي ميديال امينينس، هذا الميديال ايمننس كان محدد بالسالكس ليميتانز. الميديال ايمننس ده كان موجود بسبب وجود الابديوسنج نيوكليوس، وبعدين في كلكعه تحت كده كان اسمها الفيشيال كوليكولاس كان ليها علاقه بالفيشيال نيرف فايبرز. ادي الميديال ايمننس وادي الفيشيال كوليكولاس، اما كانت الفيشيال نيرف فايبرز بتلف حوالين الابديوسنج نيوكليوس. ثم الميدل سيربيلر بدانكل اللي كانت بتوصل البونز بالسيربيلم، وادي السوبيريور سيريبيلر بدانكل اللي كانت بتوصل الميد برين بالسيريبيلم. نطلع فوق يبقى ده الميد برين اللي فيه اربعه كوليكولاي، السوبيريور كوليكولاس كوليكولاس وانتيريور كوليكولاس، وكل واحده ليها بريكيوم. السوبيريور كوليكولاس هتروح تتوصل باللاترال جينيكوليت بودي، والانتيريور كوليكولاس هتروح تتوصل بالميديال جينيكوليت بودي. يبقى اللي فوق ده الباينيال بودي مع سكافيتي اوف ثيرد فنتريكل، وادي الثلمس يمين وشمال كانوا عاملين لاترال وولز اوف الكافيتي الاسود ده اللي اسمه ثيرد ventricle. ويبقى كده اتفرجنا على dorsal aspect of the brain stem. طبعا البرين ستيم يحتوي على white matter اللي هم الascending fibers والdescending fibers والdecastations والassociation pathways، ويحتوي على gray matter اللي هو cranial nervous nuclei والreticular formation اللي هو عبارة بقى عن mix او retics او شبكة من white matter و gray matter، هناخده بعد كده مع ال special pathways. بس طبعا ال internal structure ده يهمني اكتر في الهيستولوجي، وهترسموا فيه مقاطع كمان وتعيشوا حياتكم فيه. بس انا عايز اقول لك ان المدله اوبلونجاتا من ضمن النيوكلياي اللي موجوده جواها الجراسيل والكونييت، طبعا هم اللي عارفين الجراسيل وهم اللي عاملين جراسيل وكونييت elevation، والcranial nervous nuclei اللي هم طبعا التاسع والعاشر وال11 وال12، وكمان في جزء من الاوليفر نيوكلياي، وطبعا في الاسيندنج والديسيندنج تراكت لو تفتكر معايا الباثويز اللي خدناها قبل كده. اما بالنسبه للبونز فطبعا في جراي ماتر زي النيوكلياي بتاعه الخامس والسادس والسابع والثامن اللي هم بيخرجوا منه اصلا، وكمان في وايت ماتر زي برضه الترانسفيرس مونتاين فايبرز والاسيندنج تراكت والديسيندنج تراكت. وخلي بالك ان الميد برين يحتوي على الاثنين كوليكولاي كجراي ماتر، ويحتوي على النيوكلياي بتاعه الاوكيولوموتور نيرف والتروكيار نيرف وهكذا. يعني انا مش محتاج تفاصيل قوي في الانترنال ستراكشر، عشان كده جبت لك صور وجدول مختصر جنب كل صوره، تقدر تبص على كل جدول او تتفرج عليه براحتك، لكن ما يهمنيش الانترنال ستراكشر بتفاصيله قد ما يهمني بس انيوميريشن ايه الكرينيال نيرفز نيوكلياي اللي موجوده متوزعه ازاي، وكل ده هناخده بعد كده ان شاء الله في الكولومز اوف كرينيال نيرفز نيوكلياي. نتكلم دلوقتي على blood supply of the brain stem. blood supply of the brain stem.
بس محتاجين نعمل اكستنشن بس الكلاس ديوريشن كده عشان ما يقفلش علينا بسرعة. اوكي، blood supply of the brainstem يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لو بدأت بالمظلة اوبلونجاتا هقول لك انها بتاخد سبلاي من اربعه برانشز اوف ذا فيرتبرال ارتري. حد يفتكر معاه الفيرتبرال ارتري ده؟ خدناه السنه اللي فاتت في الكارديو فاسكولار سيستم وهناخده تاني السنه دي بالتفصيل في الهيد اند نيك ان شاء الله. هو برانش من الفيرست بارت اوف سب ليفيان ارتري بيتدكك جوه السيرفايكال فيرتبري وبعدين يخش عن طريق الفورام الماجنم ويتحد مع زميله التاني عشان يديني البازلر ارتري ويمشي البازلر ارتري على الانتيريور اسبكت اوف ذا بونز ان ذا بازلر سالكس عشان يديني بعد كده اتنين posterior cerebral arteries. اول برانش اسمه anterior spinal artery. اتفقنا لما خدنا السباينال كورد بلاد سبلاي قلنا ان في anterior spinal artery يمين و anterior spinal artery شمال يتحدوا ويدوني سنجل anterior spinal artery فده يعتبر احد البلاد سبلاي اوف ذا ميدالا وبالتحديد بيسبلاي الميديال بارت اوف ذا ميدالا containing الهايبوجلوستال نيرف نيوكليس والميديال لمنسكس والبيراميد. دول مهمين قوي عشان اما اقول لك لو حصل اوكلوجن في الانتيرور سباينال ارتري ايه اللي ممكن ينضر في المضله. بعد كده عندي البوستيرور انفيرور سيريبيلر ارتري. بوستيرور انفيرور سيريبيلر ارتري ده برانش تاني من الفيرتبرال ارتري اللي بنقول عليه بيكا بوستيرور انفيرور سيريبيلر او بايكا براحتك. ده بيغذي اللاترال بارت اوف ذا ميدالا عشان كده لما بيحصل فيه اوكلوجن بيعمل لي حاجه اسمها لاترال ميدالري سيندروم. واتفقنا ان احنا هنقول السيندرومز والابلايد اناتومي كله مجمع في الاخر بعد ما نلم كل نيورو اناتومي في دماغنا. بعد كده عندي الميدالري برانشز اللي خارجه من الفيرتبرال ارتري او من البازلر ارتري وات ايفر. دي بتغذي الانترميديت اريا اوف ذا ميدالا بالتحديد الاليفري نيوكلياي. بعد كده البوستيرور سباينال ارتري سبلاي ذا بوستيرور بارت اوف كلوز ذا ميدالا اللي هي الجراثيل والكونييت نيوكلياي. يبقى انا كده فهمت ان انا عندي بمنتهى البساطه الميديال اسبكت اوف ذا ميدالا بما يحتوي من الهايبوجلوستال نيوكليوس والميديال لمنسكس والبيراميد بيعتمد اساسا على الانتيرور سيريبرال ارتري. اللاترال بارت اوف ذا ميدالا بيعتمد اساسا على البيكا او البوستيرور انفيرور سيريبيلر ارتري. والبوستيرور بارت اوف ذا كلوز ذا ميدالا يعتمد اساسا على البوستيرور سباينال ارتري. والاجزاء الاخرى بتعتمد على السيبريت ميدالري ارترز المختلفه او الميدالري برانشز. بالنسبه للبونز طبعا ماشي عليها البازلر ارتري واضح وصريح الناتج عن التجمع بين الاثنين فيرتبرال ارتريز. وبالنسبه للميد برين بيبقى سبلايد باي بوستيرور سيريبرال ارتريز اللي هي التيرمينال برانشز اوف ذا بازلر ارتري وكمان بالسوبيريور سيريبيلر ارتري اللي هو نازل من البازلر كده على الابر بارت اوف ذا بونز عشان يروح يغذي الابر اسبيكت اوف ذا سيريبيلوم. وبكده يا اولاد نبقى وصلنا لنهايه الاكسترنال فيتشرز اوف ذا برين ستيم مع البلاد سبلاي بتاعه. اتمنى ان الصور اللي في المحاضره او الكلام يكون سهل عليك السكشن والاجزاء اللي هي الاسامي الغريبه اللي انت سمعتها قبل كده. واعتقد ان شاء الله ده هيسهل عليك كتير قوي لما تيجي تذاكر باتويز تاني لو كان في حاجه واقفه في الباتويز لانك سمعت النهارده يعني ايه بيراميد، يعني ايه اوليف، يعني ايه سيربيلر بدانكلز، يعني ايه كراس ريبراي، يعني ايه انتر بدانكلر فوسه. في نهاية المحاضرة أتمنى أنها تكون كانت محاضرة مفيدة وأن أنا كنت ضيف خفيف عليكم. أي محتويات للمحاضرة زي ما اتفقنا موجودة في الريكورد ده هيبقى بين إيديكم إن شاء الله وموجودة في كتاب سمبليفايد نيورو أناتومي اللي متاخد بطريقة المايند مابس اللي انتم شفتوها وكل حاجة فيها محاول أن أنا مسهلها في صورة جداول ومايند مابس ومخططات عشان تفتكرها وأنت بتذاكر بدل الباراجرافز اللي بتبقى مكتوبة تحت بعضها وبتبقى أصعب شوية في الاستيعاب. كان معكم دكتور أحمد فريد مدرس الأناتومي والإمبريولوجي في كلية الطب جامعة عين شمس. إلى أن نلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله على كل خير. أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.